أطلس كروس سبورت لسنة 2020 هو SUV بيتمتع بحجم كبير نسبياً، مطور انطلاقاً من فولكسفاجن أطلس يلي كان انطلق بالأسواق سنة 2017. والفرق الأساسي بين هالطرازين إنه النسخة كروس سبورت تستفيد ومثل ما اسمها بدل من طابع رياضي مترجم من الخارج من خلال سقف منخفض وزجاج خلفي جانبي مع زوايا ديناميكية. وداخل المقصورة وبينما أطلس بيستفيد من 3 صفوف من المقاعد مع اهتمام كبير بالعملانية، أطلس كروس سبورت مزود بصفين بس مع تركيز على النفس الرياضي. إشارة كمان أنه ببعض الأسواق العالمية أطلس بيحمل اسم تيرامونت، بينما أطلس كروس سبورت بيحمل اسم تيرامونت إكس. بالنسبة للتصميم، فولكسفاجن أطلس كروس سبورت 2020 انضم للموضة الواسعة يلي صارت معتمدة من قبل عدد كبير من الصانعين لجهة تقديم سيارات SUV عملانية، وبالوقت نفسه تتمتع بطلة رياضية. وهالفئة المعروفة باسم SUV كوب ويلي بتضم مثلاً X6 و X4 من BMW و GLE كوب و GLC كوب من مرسيدس وأودي Q8 وغيرهم، تتميز بجسم من 4 أبواب جانبية بهدف الاحتفاظ بكامل العملانية، ولكن مع جزء خلفي بيتمتع بطابع رياضي. إشارة أنه الفئة كروس سبورت الجديدة أقصر بحوالي 6 سنتيمترات مقارنة بأطلس SUV على مستوى الطول الإجمالي، مع الاحتفاظ بنفس العرض وكمان بنفس طول قاعدة الإطارات. وترافق هالتعديل مع خفض الارتفاع الإجمالي بمقدار 5.8 سنتيمترات بشكل عزز النفس الديناميكي أكثر وأكثر. الواجهة الأمامية بتستفيد من فتحات هواء متعددة ومن خطوط مصنوعة من الكروم ومع إضاءة عصرية، وهي بتأمن حضور قوي على الطريق مع طابع فخامي واضح. من الجوانب، اللمسات الرياضية تشمل الرفاريف النافرة مع إطارات قياس 21 إنش مصنوعة من الألومنيوم، وكمان الفتحات الجانبية وخاصة خط السقف يلي بينخفض تدريجياً من الوسط باتجاه الخلف قبل ما ينتهي بجانح مثبت بأعلى باب الصندوق. أما من الجهة الخلفية وإضافة للاحتفاظ بالعملانية، اللمسات الرياضية مترجمة بالإكزوست بشكل خاص، مع الإشارة أنه المخارج الكبيرة مستخدمة لضرورات جمالية ومنا مخصصة بكاملة لتصريف الغازات. وبيبرز كمان البامبر الخلفي الديناميكي مثل الصادم الأمامي، بينما بتأمن الإضاءة بوضعيتها المرتفعة ويلي بيطغى عليها اللون الأحمر، الطلة العصرية مطلوبة. بالانتقال لداخل مقصورة أطلس كروس سبورت، وبالرغم من الشبه الكبير بمواصفات الفئة العادية من أطلس يلي صار له عدة سنوات بالأسواق مثل ما سبق وقلنا، استفادت الفئة الرياضية الجديدة لسنة 2020 من تعديلات منوعة، طالت بشكل خاص المقود والأجزاء الداخلية من البواب وألوان المقاعد المغطية بالجلد. ومن الممكن إضافياً اختيار لوحة قيادة رقمية بتعزز الجاذبية، ألمن أنه الفخامة الداخلية جيدة بشكل عام، ولكن مع تسجيل استخدام بعض المواد البلاستيكية الرخيصة. من جهة تانية، ومن بعد الاستغناء عن الصف الثالث من المقاعد المستخدمة بالفئة العادية من أطلس، زادت المساحات المتوفرة للركاب بالجهة الخلفية من أطلس كروس سبورت، ألمن أنه مساحة التحميل بالصندوق كبيرة وبتبلغ 1141 لتر، مع إمكان مضاعفتها في حال الاستغناء عن الصف الخلفي من المقاعد بشكل كامل. وكل طرازات أطلس كروس سبورت مزودة بشاشة بتشتغل باللمس، مع تجهيزات كاملة للاستفادة من أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو للتواصل الرقمي من داخل المقصورة. ومن الممكن إضافياً اختيار جهاز موسيقي مع 12 سبيكرز وكمان نظام شحن لاسلكي لبطاريات الهاتف الذكي. ميكانيكيا تتوفر فولكسفاجن أطلس كروس سبورت 2020 بمحركين، الأول من 4 سيلندرز بسعة لترين مع توربو بيولد 240 حصان و350 نيوتن متر من العزم، تستخرج اعتبارا من سرعات دوران منخفضة. ومحرك البنزين الثاني V6 بسعة 3.6 لترات بيولد 282 حصان مع عزم بيوصل لحدود
361 نيوتن متر. الترانسميشن أوتوماتيكية من 8 نسب أمامية، وهي بتتأقلم مع ظروف القيادة المختلفة، ولكنها ما بتأمن تسارع كتير نشيط نسبة لكروس أوفر بطابع رياضي، خاصة مع المحرك بسعة لترين. وإضافة لنظام الدفع بالإطارات الأمامية، من الممكن اختيار نظام الدفع بالإطارات الأربعة من تطوير فولكسفاجن، ويلي بيحمل اسم 4Motion All-Wheel Drive، والنظام يلي بيوزع طاقة الدفع على الإطارات الأربعة بتحكم إلكتروني بيترافق مع أربع خيارات مختلفة من وضعيات القيادة المخصصة للطرقات المزفتة أو الوعرة وللمسارات المغطية بالثلج أو بالرمال، إضافة لنظام بيساعد السائق على الانطلاق بهدوء من وسط الطلعات، ونظام تحكم إلكتروني بسرعة نزول المنحدرات القاسية. وهالشي بيرفع من الفعالية خاصة خارج الطرقات المزفتة، علما أنه نسبة استهلاك الفئة يلي بتندفع بالإطارات الأربعة تبلغ 11.7 لترات لكل 100 كيلومتر بمعدل عام مع محرك V6، وهي تعتبر بالتالي متوسطة ومش من بين الأفضل بالفئة يلي بينافس فيها أتلاس كروس سبورت. من جهة تانية، من الممكن سحب وجر حمولة بيوصل وزنها لحدود 2200 كيلوغرام مع الطراز المزود بالمحرك الأكبر والأقوى. ومن ضمن تجهيزات السلام المتوفرة قياسياً أو إضافياً، نظام لكشف السيارات بمحيط أتلاس كروس سبورت، ونظام تحذير من خطر وقوع حادث اصطدام أمامي مع كبح تلقائي بالحالات الطارئة، وكمان نظام تحذير من خطر وقوع اصطدام خلفي بيشتغل بمجرد اختيار نسبة الرجوع للخلف. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.